بعد الفيلم تم ترشيحك للأوسكار في فيلم الرمز العربي. ده بعدين، أنا بعد ما خلصت الفيلم رجعت مصر. لما خلصت التصوير رجعت. خلصت مصر. ورجعت. رجعت عندي عيلتي ما شفتش عيلتي. أنت كان عندك ابن. ابني كان عنده كم سنة وقتها؟ ابني مولود 57، أنا رجعت في 62، آخر 62 يعني خمس سنين. خمس سنين. طارق. ونص. خمس طارق. خمس سنين ونص. وما شفتوش من هو عنده ثلاث سنين ونص، سنتين قعدت من غير ما اشوفه. فطبعا كنت مشتاق، عايز اشوف ابني، ابني الوحيد. الاستاذ عمر اصبح نجم عالمي وبيعمل فيلم في صحراء الاردن. عرفنا انا وزميلي المرحوم محمد تبارك، لان كنا قريب جدا من مدام فاتن، ان عمر جاي النهارده بالليل، فجه متاخر، ما فاحرجنا ان احنا نروح له بالليل يعني في الوقت المتاخر، لكن اتصلنا الصبح ورحنا. لبختي انا ان عمر ما شافش طارق بالليل، شافه الصبح وانا متواجد، وهتشوف صوره من الحاجات فعلا اللي ربنا كرمني بيها، وكنت انا المصور الوحيد اللي موجود في اللحظه دي، وابتدى يعيش زوج وزوجه وابن. ودي الصور اللي هتبين، وهي بتتكلم في التليفون مدام فاتن وهو بيوشوشها، دي اللي هتشوفوه. ودي كانت صادقه وطبيعيه وما فيهاش اي نوع من التمثيل، لا منهم ولا مني، لان النيوز هي الصوره الصادقه مش اي صوره.